يكون قد يكون هذا قارئ القرآن ظالما لنفسه لذلك جاء أن هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه لأن قد يقرأ مثلا ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب صحيح وهي يقرأ آية الخمر وهي يتناول الخمر صحيح نعم فالقرآن هذا إن لم نفعله خصية التفعيل فعلوها القرآن أن يكون هناك يعني عمل بهذا القرآن فقد يكون من أصحاب هذه الآية لذلك الله عز وجل بدأ بالظالم لنفسه ثم ورثنا الذي الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الظالم لنفسه هو الذي خالف أوامر هذا القرآن يقرأ ويخالف المقتصد هو الذي يقوم بالواجبات يكتفي يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات اما السابق للخيرات جعلنا الله واياك ومن يسمعنا منهم ان شاء الله هو الذي يعني عرف المعنى الحقيقي المؤدى أو الذي يريد أن يؤديه القرآن أو أن يجعله في الإنسان فيسابق في الخيرات إذا قال الله عز وجل وأقيم الصلاة يقيم الفرض ويأتي معه بالنوافل إذا قال وأنفقوا يأتي بالزكاة والصدقات التطوعية إذا قال الله عز وجل بالصيام يصيم رمضان الفرض ويزيد معها النوافل فيأثر فيه القرآن لأن القرآن هذا عظيم جدا يا سي أحمد ما خالط شيء إلا وباركه صحيح